يوم حدث تاريخي وحدث مهم جدا، هو يوم السلام العالمي. يوم السلام العالمي نحن هنا من محافظة تعز نريد أن نوصل رسالة للعالم والمجتمع الدولي أن هذه المدينة فعلا بحاجة إلى السلام، بحاجة إلى الحياة. نحن هنا في شباب بلا حدود أردنا أن نوثق هذه اللحظة المهمة في يوم السلام العالمي. نريد الحياة، نريد السلام. يكفي اقتتال، يكفي حروب، يكفي دماء. نحن بحاجة إلى السلام والحياة. أغني تعز كل خيال. بمناسبة 21 سبتمبر نبعث للعالم رسائل سلام ونعكس الصورة الرائعة عن اليمن.